رخامة دي متغيرة. يلا يا حبيبتي. بابا مات يا حازم، مش مصدقني بقاله اسبوع. ربنا يرحمه. اتعبنا قوي. معلش، ربنا يرحمه يا حبيبتي. يلا بداية حيث الموت. ايه نهد، تعالي المكتب لو سمحتي، عايزك ضروري. عارف الهارد ده مربوط بحياة ابني، انا هروح اوديه الهارد وارجع ابني تاني في حضني. طيب ممكن تهدي؟ هسلمي مين؟ واحنا عارفين مين اللي خطف ابنك. هسلمه ليوسف، هديله الهرب، هيرجع لي. طب ايه اضمن الكلام ده صحيح؟ بص يا سندا، انا لسه عندي رايي، احنا نسلم الارض ده للشرطه وهم يتصرفوا. لا، انت عارف ده لو راح للبوليس هيعملوا في ابني ايه؟ مين قال ان احنا نجيب سيره الارض؟ امال هنعمل ايه؟ احنا هنشتري روايه زي اللي معانا بالظبط. هنعمل نسخة تانية يعني؟ زي اللي عملناها قبل كده، بس بشفرات مختلفة. تخلينا نوديهم مكان ما احنا عاوزين، مش المكان اللي المفروض يروحوه. هو أنت سمعت التسجيل ده بنفسك يا عزت؟ من أول كلمة لآخر كلمة. لا لا لا. نوع صعب أصلاً تطلع تسجيل زي ده بره، ده يدينها أكتر ما يدني. خصوصا ان انا لسه ما عملتش اي حاجه. الا لو كانت قصدي انها تسجل لك اخر حته بالذات، الحته بتاعت انا موافقه اقتل سليم مقابل 3 مليون جنيه. لما انت سمعت كل ده بنفسك وعرفت هي ناويه على ايه، ما مسحتش التسجيل ده ليه؟ بجد؟ وهي لما تلاقي التسجيل اتمسح مش لما اتفضحنا؟ طب والحل؟ الروايه هي. شوفوا عايزين ايه تاني عشان ابني يرجع يا سليم. هو في ايه؟ مين الراجل اللي كنت بتسلم عليه في المستشفى؟ راجل مين؟ الراجل اللي سلمت عليه واحنا خارجين. انت هتستعبط يا سليم؟ هستعبط؟ ماشي. شكري منصور، رجل اعمال بيتعامل مع شركتنا بقاله سنين. بناخد منه سلاح. في أي أسئلة تانية ولا ممكن تقولي سبب سؤالك؟ يعني أنت مش عارف السبب؟ الله، ما قلت لك ما أعرفش يا سلمى في إيه؟ بقول لك الراجل ده خطفني وهو عارف مكان يونس. إيه؟ أنت متأكدة؟ آه متأكدة. أنا عمري ما هنسى صوته. الراجل ده بيتعامل مع شركتنا بقاله سنين وطول عمره شغله في النور، يعني نظيف. عادي. ممكن يبقى عنده شغل تاني مش نظيف. هو الراجل ده كان يعرف حازم؟ بقول لك كان بيتعامل مع الشركة. أكيد يعرف حازم، بس ما أعرفش بقى إذا كانوا اتعاملوا مع بعض برا الشركة ولا لأ. صدقني يا سلمى، اللي بقوله لك ده هو الحقيقة. خلاص أنا مبقاش عندي ثقة في حد.